الحدود عبارة عن سيح، يا اللي يجي طوب ويا اللي يجي يطلع بدون جواز بلا تأشيرة ولا إحصاء أو حتى أوراق ثبوتية. يدخل مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين، بينهم عناصر وقياديون في الحرس الثوري، كما تؤكد مصادر أمنية عبر منفذي شلامت وزرباطية مع إيران، في مخالفة صارخة للقوانين النافذة في البلاد. أبواب مشرعة وفوضى أمنية بإشراف مباشر من قبل قيادات في الحرس الثوري ووزراء في الحكومة الإيرانية على الجانب الإيراني، تزامناً مع إشراف ميداني من قبل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني، كما أظهرت أحدث الصور الواردة من كربلاء. انتهاكات واضحة للقوانين واعتداءات طالت المؤسسات الحكومية وانتهكت حرماتها، فضلاً عن عشرات التجاوزات على المحال التجارية والأملاك الخاصة دون حسيب أو رقيب. قاموا بتفليش المقرنص ودخلوا السيارة بنص المدرسة. مواكب إيرانية تشرع بهدم سور مدرستين في محافظتي كربلاء وواسط بهدف استغلال ساحة المدرسة للمكوث فيها، وأخرى تخلف فوضى في الطرقات وسط حالة من التحريض الممنهج ضد كل من يعبر عن رأيه وينتقد تلك الممارسات. مشهد معقد يزداد غموضاً مع تحذيرات مراقبين من تبعات خطيرة لدخول مجاميع مدربة تتولى مهمة مواجهة العراقيين، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين بعد زيارة الأربعين، فضلاً عن تقديم المساندة لميليشيات الإطار التنسيقي الموالي لطهران إذا ما تجددت المواجهات مع التيار الصدري، وسط حالة من الترقب لما ستحمله الأيام القادمة من مفاجآت.